اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. اليوم مدينه وجده من بعد التصريح الاخير اللي صرح به الوزير الاول للجزائر بان الطعام او الكسكس مغربي، خرجنا للشارع باش نسولوا الناس واش الكسكس مغربي او مغربي. نشوفوا اجوبه الناس، بقاو معنا. من 100% اي واحد من المغاربه عارف بلي كسكسو مغربي، وكما كيقولوا الناس تاع الغرب كيقولوا كسكسو تاع سبخ خضاري، والاصل نتاعو جاي من دكاله، هما اللي عندهم هذيك الكابوية السلاويه كما كيقولوا لها، ولا ويعني طابقته هو داخل في التقاليد المغربيه، معروف هذا الشيء في الصداقات، معروف في الوليمات يكونوا الولائم، سيرتو يوم الجمعه خص يكون ضروري يوم الجمعه كيكون الطعام. اما بالنسبه للقضيه المغاربيه واخا كيكون الطعام ولكن ما كانش كيما نتاع المغاربه، نتاع المغاربه دائما كيكون واحد الميزه اللي كيتمتاز بها ومعروف على الصعيد العالمي، معروف كيجيو الناس من الخارج كيجيو هنا غير باش ياكلوا كسكسو. اما بالنسبه للطعام بين قوسين الطعام، اما بالنسبه للقضيه نتاع خوتنا الجزائريين ولا خوتنا التوانسه ولا خوتنا كاع المغاربيين كاملين، يقدر يكون عندهم حتى هما الطعام بصح يعني اصلا تاعو خارج من المغرب، هذا الشيء اللي كنعرفوا حنايا بعدك على الطعام. على حسب معرفتنا حنايا قديما انه اكله مغربيه، كنا نديروه اما بالخضاري اما بالتفايا اما بالبنسيكوك اما بالزبيب والحمص، ولكن اكله مغربيه تما عاد فات الجزائر. ماشي جزائري ماشي تونسي، تاع البلاد تاع الوجاده فهمتيني، ونديروه بالخضره واللفت الزروديه القرعه الكرنب كاع المسائل تاع الخضره نديروها فيه ونفوروه. ايوا من نوجدو غادي نسقيو ديك القصعه تاع الطعام، واللي بغى يدير حتى الحمص معاه يدير. ايوا هذا هو الطعام ديالنا حنا. بالنسبه للكسكسو، بالنسبه للكسكسو هو مغاربي، بالنسبه للمغرب والجزائر وتونس قليل، ماشي داك الشيء ديال بصح الجزائر والمغرب مغاربي. بالنسبه للنوعيه ديال الطعام، حنا كنقولوا هنا الوجاده كنقولوا الطعام المنطقه الشرقيه، الغرب كيقولوا كسكسو. هو هنا كنديروا بالتفايه، يعني البصله كتعسليها ومعها الزبيب معسله وكتجي فوق من اما ديري اللحم ولا ديري الدجاج، داكشي حساب الاختيار. بالنسبه للغرب، الغرب انا مشيت زرت المناطق تماك الغرب كيديروا داكشي سبع خضاري، كيديروا فيها الدنجال البطاطا الحلوه البطاطا داك مزيود هذا الحار، المهم ديروا سبع خضاري. كاين واحد المناطق بحال الشاويه وبني ملال كيخلطوا الحليب مع داك الروى المرقه كيخلطوه وكيزيدوا يسقيوه من الفوق، كيجي يجي رائع، يعني كيجي واحد المذاق رائع. بالنسبه للجزائريه هما بعض المرات مناطق بحال جيت عنابه وداك الشيء كيدفنوا اللحم، كيديروا داك الشيء الطعام بحال كيديروه مدفون، كيديروا خضره مع جنان واه من الفوق، من الفوق كيديروا الخضره. بالنسبه للغرب، بالنسبه لواحد الجهه كيديروا غير هنا في المنطقه بحال جيت النواحي ديال السعيديه كيديروا، انايا العام اللي فات خدمت واحد الوعده تماك كيديروا كسكسو، كيديروا فوق منه البيض، كيديروا الحلوى، كيديروا التمر، كيديروا الشريحه، كيزوقوا فوق نو طعام طعام وديروا من فوق منه ديك داك الحلوى وداك الشيء ديال الطعام، وكيديروا فوق واحد الغرفيه العسل اللي بغى يهز العسل من فوق وكيسقي وكياكل. دونك مغاربي هو الطعام، يعني الطعام مغاربي طعام، وما كانش كيما احسن الماكله ما كانش كيبحالها كيكسكسو طعام.